حضرتك انا عندي هنا ده الشرب بتاعي، ده الليزر. انا عندي الخلاط بيركب على متر و10 متر و15 علشان يبقى قدام ايدي وانا شغال. لو قست حضرتك بعض المواد يعني مثلا كده وكانه هي على وش التشطيب، المتر و10 جايه لي هنا كده حضرتك، فانا اشتغل زراير اشتغل هاند، يبقى الحاجه قدام مني ما وطيش اليها. الهاند شاور حضرتك عندي بيركب على المتر و10. الرين شاور انا رافعه سنه لفوق، انا عندي الرين شاور ده كده عامل 145 تقريبا، انا رافعه شويه، كل ما الميه تكون اعلى كل ما تبقى احسن. تاني حاجه انا عندي الدراع بالطاسه فيهم 15 سنتي من 145 بقى لي 130 2 متر 30. العميل لو قلنا طوله 170 من 32 يعني في 60 سم تقريبا اعرف ارفع ايدي اتعامل مع الرين شاور، ما الاقيش حد موطيه يبقى فوق دماغي على طول، انا عايز اخد راحتي يمين وشمال والدنيا لذيذه معايا طالما في معايا ارتفاع طالع معايا. طبعا بنحاول نظبط الاكسات، الاكس بتاعي هنا كده حضرتك مع الاكس فوق كله يكون جاي لاين واحد ليزر واحد عشان لما اجي اشطب تبقى الحاجه ستاندر معايا. اهم حاجه في السباك اللي ياسس هو اللي يعرف يشطب شغله فيما بعد. كده احنا عرفنا كابينه الشاور وكل ما يلزم. هنا ان شاء الله هنجيب بيبي شاور، بس انا عامل الكوعين المفتوحين بس دلوقتي عشان خاطر ما تشيلش مني مونه. البلاعه بتاعتنا جبنا البلاعه من هنا من اول المنور لحد جنب التويليت، مش هينفع ان احنا نخليها جوه الشاور او ينفع نخليها في المكان ده. طبعا حطيناها عشان يبقى المنظر في التشطيب لائق معانا ان شاء الله، وبتبقى جايه في درع التويليت. اطلع ورا شويه، تبقى جايه في درع التويليت ما بتجيش من الناحيه الثانيه عشان ما تبقاش باينه للي داخل من الباب، تبقى ما بين التويليت والقعده الحوض. لا احنا خليناها ما بين التويليت وبين كمينه الشاور كده سيادتك. هنا طبعا جينا حطينا ده مخرج تشطيب للتويليت، ده مخرج هاند في الايد، سماعه في الايد، دش شطاف خارجي. ايه القعده بقى بتاعتنا؟ عملناها في النص زي ما سيادتك شايف كده، خدنا ماسوره الصرف، امشي جامعه ماسوره الصرف. طبعا ده طبعا الميول باينه من عين مجرده من غير ما نحط ميزان، بس هنحط ميزان برضه، امشي معايا المتر كده واحده واحده. ده الكوع بتاع جروهي بالمسلوب ال 50 90 في 110، مشيت حضرتك مواسير 110، حطيت كوعين قرب هنا، حطيت كوعين مفتوحين قرب قرب قرب، حطيت كوعين مفتوحين حضرتك عشان خليك مقرب، حطيت كوعين مفتوحين حضرتك علشان اي سد حضرتك ده مديني نص دايره اعرف السوسته تلف معايا مفيش فيها اي مشكله اطلاقا. جيت هنا كده حضرتك مشيت برده، جيت هنا برده كوعين مفتوحين زي ما سيادتك شايف كده، ورحت جاي طالع بيها على بره عشان تديني اللي انا عايزه بالظبط و100 100. لو انا عندي تسليك هسلك من جوه هسلك من بره، هنبني حائط مستعار ان شاء الله باذن الله. هنعمل هنا كده حضرتك بوكسين شكلهم جميل جدا وحاجه جميله جدا 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 ان شاء الله فوق التويليت بريد بروفايل. طبعا انا مشيت بماسوره الحوض بتاعتي من هنا جوه الحائط المستعار عشان لو انا مشيت بيها لبره هعلي الليفل بتاعي، هتلاقي الشرب يا دوبك انا الشرب كده حضرتك مديني بالظبط، الشرب مديني متر و7، فالدنيا معايا حلوه ولذيذه ان شاء الله. فانا لما اخدها من جوه الحائط وببنيها اصبها صبه كامله مونه جامده جدا، ويجي البنا بعد يوم ولا يومين يبني عليا، الدنيا معايا مفيش فيها اي مشكله اطلاقا باذن الرحمن. كده جينا لصرف، كده جينا للحوض. طبعا الحوض كله جاي معايا على لاين واحد، مش هينفع اجي هنا كده حضرتك واقفل الحيطه، هيبقى في بروز والحوض جوه والقعده بره بيبقى شكلها مش لذيذ. انما انا عندي بروز الحوض 50 سنتي وبروز التويليت 50 سنتي، فكلهم هتلاقيهم ماشيين معاك على خط واحد، فعشان كده احنا هنكمل الحائط بتاعنا على بره. ازيك يا عم رجب؟ طبعا هنا الحائط بتاعي لما جه هنا كده حضرتك كله ماشي معايا حائط واحد، فانا برست الشغل بتاعي سوى الصندوق. عندي ده هنا المحبس بتاع الميه الرئيسي، بص حضرتك امشي كده مع المحبس ده، انزل كده يا عم، انزل قرب قرب قرب، بص المحبس ده، ده خط ماشي لوحده خالص، داخل مدي محبس في الحمام اللي جوه ومدي محبس في المطبخ، خط رئيسي ماشي اغذي بيه المحبس الرئيسي للحمام هنا، ومحبس للمطبخ ومحبس للحمام الثاني حضرتك، تمام كده؟ طيب يبقى انا اصبح حضرتك لو عندي عطل هقفل المحبس ده هنا، والخط الرئيسي خط الميه الرئيسي ده كده حضرتك
خط الميه الرئيسي ده كله انا مطلعه من هناك عند المطبخ، عشان العميل لو حب يركب عداد ميه لوحده يبقى يقص ويركب من بره، مش عايز اوصل من كل حمام تاني او حاجه او الكلام دوت. عندي المحبس ده حضرتك حطه على الصندوق، مشي معايا اهو، نزل كده، امشي معايا كده واحده واحده، مشي معايا كده اهو، الخط طلع طلع، ادى الصندوق بتاعي، عشان لو عندي لا قدر الله صيانه في الصندوق هقفل من المحبس هنا واسيب الحمام شغال معايا لحين استدعاء الشركه المصنعه للصيانه او السباك المختص بذلك. تمام كده بالنسبه للمحابس كده حضرتك. انا حط المحابس على ارتفاع، بص كده حضرتك، المحبس على ارتفاع 87 سنتي من على الشرب بالظبط اهو، المحبس اهو ينزل تحت، المحبس على 87 سنتي من على الشرب. ليه 87 سنتي؟ علشان يبقى بيني وبين البلاط 13 سنتي ويكون جاي مع اليونت اللي طايره. اليونت اللي طايره تبقى في حدود من 15 ل 20 سنتي، يبقى انا جاي تحت اليونت بحيث ان انا اعرف اقفل وافتح ما تبقاش تخبط في اليونت لما اجي اشطب. في نفس الوقت داريت المحابس بتاعتي ما بقاش الشكل التقليدي، بتحاول تشيك من شغلك وتعمل الشغل الفندقي اللي يليق بالمكان وعلى حسب طلب رغبه العميل. طبعا احنا فصلنا شغلنا وهنبدا نجهز الشغل للعزل. حضرتك لسه هنعمل نقفل الشنايش دي حضرتك هنا كده، ولسه هنقفل، وده هنا ده التقطيط علينا كده، ده هنا كده سيادتك ده دليل التقطير. احنا قلنا دليل التقطير فايدته ان هو لا قدر الله عندي تسريب في الحمام هنا بياخد الميه يطلعها على بره، وهنعرف وظيفته في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله. ارجو ان الحمام الديزاين بتاعه يعجب حضراتكم، ارجو ان الحمام الديزاين يعجب حضراتكم، وان شاء الله باذن الله هنحاول نعمل كل جديد ونطرحه بحيث ان احنا نطور من نفسنا ونطور من شغلنا. نسيت اقول ان هنا كده ان شاء الله هيبقى في بارتيشن فاصل زجاج، حته سيكوريت بس عند الليزر ده كده بالظبط كده، شايف الليزر ده كده حضرتك، مكان الليزر ده كده حضرتك هيركب فاصل زجاج ما بين القعده والتويليت وما بين الشاور بتاعي. انا في الحاله دي انا وفرت البيت الازاز اللي بيكلف 8000 جنيه النهارده او 9000 جنيه، عملت لك حته سيكوريت بس هتكلفك 1500 جنيه 2000 جنيه بالكتير جدا، وعملت لك حمام فندقي شياكه وانقه. يا رب نقول اعجابكم، وان شاء الله باذن الله تابعونا على صفحه سباك شاطر على الفيسبوك وقناه سباك شاطر على اليوتيوب. ولا تنسونا من صلاح دعائكم، دعوه صالحه من رجل صلاح تكفينا بالدنيا وما فيها. شكرا.